مرحبا صبايا، كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. انتم تحضروا فيديو اليوم، رجعت لكم بفيديو جديد، وفيديو اليوم صور على يومين، لهيك خليكم معي لنهايه الفيديو، فيه كتير احداث. ولا تنسوني من اللايك حبايبي، وبدي اذكركم بشغله هي جديده على يوتيوب. وقت بتعملوا الاعجاب تضغطوا على زر الاعجاب بيطلع لكم خيار هو اسمه التشجيع، بتضغطوا عليه بياخذكم على هيك ارسال نقاط اللي هي هيك بتساعد على رفع القناه. فبتمنى منكم كلكم حبايبي تضغطوا على زر تشجيع. هلا هون كنت انا رايحه على مستوصف العائله، يعني اللي انا مسجله فيه، كنت عامله تحاليل فطلعت تحليل النتيجه واخذتها، وبعدين طلعت لعند مقبول. ليش طلعت لعند مقبول؟ لانه طلع عندي نقص شديد بالمخازن الحديد، يعني هي انا عندي على طول بتنزل نازله، بس هالمره يعني جدا نازله. وحتى للدكتور يعني حاولني عند دكتور داخليه مشان يعطيني ابر الحديد وريدي، لانه ما في غير هالطريقه ترفع الحديد، لاني عم اخذ كتير كميات حديد وبعتني بغذائي كتير، ومع ذلك ما بيثبت عندي الحديد او ما بيرتفع. فلهيك هو مهمته كالعاده، يعني اعطاني نصايح شو اكل شو اشرب مش حتى يرتفع الحديد ويثبت، وكمان وصف لي ابر هيك اشرب. بس هدول يعني لازم ابر وريدي لحتى يرتفع عندي كميات الحديد. ففت انا هون عند مقبول اخذت من عنده الزبيب. هلا هو كل انواع الزبيب ظريفه، بس هذا الزبيب هيك الاسود الغامق كتير منيح للحديد، الاقضام منيحه، شو كمان قال لي، ابو الخضروات بشكل عام، والبنجر اكثر شيء اللي هو اللي نحن بنقله الشوندر اكثر شيء هو اللي بيرفع الحديد فيه كميه كبيره، هو والسبانخ. فهيك فتت لعند مقبول واخذت شويه هيك نقرشات، بتعرفوا الواحد فات لعنده هو عنده كتير شغلات لذيذة وطيبة مغريات يعني. فأخذت من عنده، صورت لكم هون قسم الزيوت، عنده زيوت أورجانيك ظريفة، يعني أنا ماني مجربتها بس في حدا دالني عليها، يعني هو عنده هذا الفرع له عنده منها هي الزيوت. فحبيت هيك صور لكم اياها، يعني كل أنواع الزيوت يعني كل أنواع موجودة عنده، وحتى الزهورات. هذا مو جيلي. كمان شو هيك ضغط هيك قلبي كمان شو يا هذا حاجة ماما سكريات كثير بصيروا هيك. مثل ما شفتوا صورت لكم عنده، هيك عنده كمان المجففات كل شيء، يعني هيك كل شغلات مجففه، حتى عنده الكوسه عفوا الباذنجان والفليفله والشغلات كمان عندهم اياها ميبسه للمحاشي الاتراك كثير بيستخدموها. هون بقى اللي جبتهم كان يوميتا شوب كثير، بتعرفوا انه الواحد كل ما طلع وفات يعني طلع لبرا ورجع لازم يفوت ياخذ دوش. نحن هو باليوم عم ناخذ مرتين او ثلاثه دوش، بس وقت اللي نطلع على برا هيك وبنرجع على البيت يعني حتما لازم ناخذ دوش لانه كتير كتير شوب. الله هيك يعفو عنا يا رب. بس هلا انا عم سجل الفيديو كانت نازله مطر كتير حلوه والجو هيك شوي تعدل، هاليوم كان هيك غائم وشوي امطار في، عم يقولوا في عاصفه الله اعلم. هون عم فضيهم بس هيك كلهم بالعلب عشان يضلوا بين ايدينا هيك ونشوفهم. كل ما صح لي اخذ هيك كمشة زبيب واخذ هيك شوية اقضامي معهم، هو اصلا الزبيب مع الاقضامي طعمتهم الاثنين مع بعضهم ميكس كتير طيبين.
هلا بفصل الصيف حاطين العصفور برا هيك بالبرندا، عم يتسلى كتير برا يعني. فهيك كل اسبوع فوتو، انا فوتو على الحمام، بحممه شوي، بخبخ له مي، بليف له قفصه وبغير له اكلاته ومياته يعني لحتى هيك يتنعنش. فحطيت له الاكل والمي ورجعته على مكانه لحتى هيك يروق وينبسط. مسحت المجلى منيح لأنه كنت حاطة هيك فصل عصفور بعد ما ليفته، حطيته عليها وحطيت له الأكلات، وقلت بدي أعمل لهم أكلة حلو لأنه مقصرة كتير بالأكلات والوصفات، حتى هون على القناة مقصرة، بس هيك وقتي كتير ما كتير عم يساعدني. خبرتكم قبل هالمرة إنه بيت أخي عندي زايرين عندي، وللي سألوني كتير إنه ليش بيت أخوك عندك، أنا جايين زيارة من ألمانيا لهون يعني هيك فترة صغيرة وراجعين على ألمانيا، فلهيك يعني باستضافتي قاعدين عندي، فلهيك وقتي ضيق شوي بالوصفات والأكلات. حملوني يلا إن شاء الله قريبا هيك برجع لكم بوصفات وأكلات وطبخات إن شاء الله هيك بتنال إعجاب. فهون قلت بدي أعمل، هي نص كيك ونص كوكيز يعني بين التنتين، هي كوكيز يعني بس قوامها شوي على كيكي أكتر. أول شي أخذت ليمونتين، برشت القشر تبعهم وعصرت ليمونة واحدة، وبدي نص كاسة سكر ونص كاسة زبدة، أو إذا بتحبوا نص كاسة زيت، بس الزبدة أفضل بتطلع يعني أطيب. وبدنا ظرف فانيليا وظرف باكينج باودر. حطيت أول شي البيضتين، حطيت عليهم الفانيليا وحطيت عليهم نص كاسة السكر، وحطيت برش الليمون مع عصير الليمون. على فكرة هاي الطريقة تبع الليمون أو هي ممكن تعملوها بالبرتقان تطلع كمان طيبة، بيطلع هيك كوكي البرتقان كمان طيب، بس أنا هون الليمون حبيته لأنه هلأ كتير طيبة هيك الليمون، تحسه بانتعاش أكتر. حطيت تقريبا كوبين طحين، كوبين ومعلقتين طحين، لحتى تلاقوا قوامها هيك لمعكم وصار يعني لا هيك سائل ولا له جامد كتير إنه مثل العجين النظامي، لا يعني بين الاثنين نفس عجينة الكوكي يعني. ضفت المكونات كلها مع بعضها، واخر شيء نزلت الطحين. وبالمناسبه انا استخدمت زبده، نص كاس زبده، ما استخدمت الزيت، زبده اطيب بتطلع. وبعدين حطيتهم شوي صغيره بالبراد، بعد ما هيك عجنتهم صاروا بهالقوام حطيتهم بالبراد او بالفريزر يعني شغلت 10 دقائق، وبعدها ببلش اشتغل فيهم. حطه البراد بس لحتى هيك يسهل علينا هيك تكويره ما تلزق بالايد او هيك. فانا حطيت على جنب سكر، مو بودره، سكر حبيبات، تحبوا تستخدموا البودره كمان بيمشي الحال، او اثنين مع بعضهم كمان بيمشي الحال. لكيتهم هيك تأكورات بقلب السكر وحطيتهم على درجه حراره 200، مو اكثر من 200 او 180 من فوق ومن تحت سوا، ما بياخذوا كثير، شغلت 10 دقائق او 12 دقيقه بيطلع ريحتهم بتشهي بتغوب القلب. تركتهم لحتى هيك بردوا تماما، بعدين حطيتهم بعلبة وغطيتهم. يعني مقلية اي شيء بنعمله، كيكات شغلات لازم تضل مغطاية لحتى ما تنشف ما تجفر، تضل طرية لك ومن قلبها كيف تحسوا هيك نص كيك نص كوكي، يعني من برا عم تقرش قرش ومن جوا هيك طرية كتير طيبة. بنصحكم تجربوها وسريعة ما بدها شيء، ومن موجودات البيت يعني شوفي بالبراد بتحسنوا تعملوها. وبهالشوبات بدها هيك عصاير، الواحد يخترع هيك عصاير تكون هيك صحية وما بتعطينا هيك سعرات حرارية عالية مع السكر، يعني ما ناكل كوكي فيه سعرات فما ضروري العصير يكون فيه سعرات. هلا هيك شو قلت، شفت انا هذا البطيخ، عصير البطيخ عم يعملوه، قلت لجربه هيك عرق نعناع مع قطعة بطيخ، بدأ يعني هيك بتمعسون كتير منيح يعني، او بتخلطوهم بالخلاط ممكن، بس انا قلت بدي اعمل كاستين فما محرزين شغل الخلاط عليهم.
حطيت لهم هيك كمان شرحة ليمون كمان بيعطون، حتى مو بس شرحة، هيك عصرة ليمون بكل كاسة بعدين شرحة الليمون، وحطيت لهم مي. هلا انا جربتها من قبل بالصودا، بالصودا كتير كتير طيبة، وبالمي كمان طيبة، مي بس مي باردة يعني متلجة، حطيتها مسقعة وهيك زينتها بليمونة، قطعت ليمون ونعناعاي. قلت لدلل حالي شوي انا ومرت اخي مع قطعة الكوكيز لحتى كيف نعود عليها على رواق. مثل عصير نكهة الليمون، هواي بالليمون ذوقيها، تحسيها نص على كيك نص بسكوت. شو الحلو سيلا؟ سيلا جاية على الدرس انتي ولا جاية على عيد ميلاد؟ شو بعرفة؟ هي ما بتعرف، شو بعرفة؟ يا عيني الله يسلم ايديكم يا رب، سلم ايديكم. وهون بهذا اليوم كنت متوعدة انا ورفقاتي انه نخلصوا البنات من الدرس وناخدهم على المسبح يسبحوا يعني، فكانوا هيك عاملين لبعد الدرس مجهزين لكيكة، رفيقتي بتشتغل بالكيكات والحلويات، عملت لكيكة هيك على شكل شعراتها بتطير على الكيكة كتير حلوة، يسلم ايديهم، عاملين لهي المفاجأة، حتى ملبسينها فستان يعني، هن هي رفيقتي ملبستها من عندها فستان حتى هيك تاخد كم صورة مع الكيكة. يسلم ايديكم يا رب، خلي لي اياكم لانه هيك حبوا يعملوا لها هيك امناني بيرثدي صغيرة، لانه ما عملت لها يعني، انه بالعادة انه بعمل لها هيك مع رفقاتها، بس هلا هي السنة ما عملت لها. فتحتي هديت ليام؟ تي يسلم ايديك لليام، ليلى يسلم ايديك لليام. مين ميكي ماوس؟ ميكي ماوس تحت اتش. يا عيني يا عيني، بيجامة يا عيني، حطي عليكي لشوف سيلا. مش شكرا جوري. إليك كمان لليان يسلموا ايديك انك فتحتي لها لحالها. شكرا. ايوه ليان على الكلاس. عن جد قد ما حكيت وقلت ما بوفيهم حقهم، يسلم ايديهم يا رب. كيف هيك الفرحه اللي فرحتها سيلا، خاصه بالكيك كتير انبسطت فيها والديزاين تبعها وانه بتشبهها يعني. فهون خلصنا قطعنا الكيكة أكلنا وطلعنا على السباحة، على المسبح عشان لأنه قاعدين البنات يسبحوا. المسبح الحين تسبحوا يا بنات؟ يلا اطلعوا قدامي، اطلعوا ولهون بيكون خلاص فيديو اليوم حبايبي، بتمنى يكون عجبكم وحبيتوه، اذا حبيتوه ما تنسوني من اللايك والاشتراك اذا ما لكم مشتركين، وفعلوا الجرس على الكل حتى يوصلكم كل جديد، ولا بترككم بامان الله. سلام.